القرائن اللغوية. أعطوني بعض القرائن اللغوية، أنواع الربط الموجودة في النص. ربط الأدوات، ربط الإحالة، الحق الدلالي. آه، الربط الدلالي مش الحق الدلالي، ربط دلالي جيد. صح، هو قادر يستقصي قدوة في البكالوريا شو يقول لك؟ ما الدور الذي أدته هذه الأدوات مع بعضها؟ صح، قادر يستقصيك سؤال واحد آخر. صح، إناس قولي لي، الضمير هل هو من القرائن اللغوية ولا لا؟ الضمير من القرائن اللغوية ولا لا؟ بالربط بالإحالة، أحسنت، من القرائن اللغوية ربط بالإحالة، جميل. هو قادر يعطيك حيلة، يا إما يقولهم لك مع بعضهم، استخرج قرائن لغوية التي ساهمت في بناء النص مبينا نوعها ودورها. احنا نحوسوا على الدور، النوع انا على بالنا به. قادر يقول لك فكرة أخرى، ما دور التكرار في بناء النص؟ خير لك ماذا؟ قرينة واحدة. خير لك قرينة وقال لك ما دورها؟ ما دور لاعب الضمير والتكرار دورا هاما في بناء النص؟ قرينتين ولا لا؟ ما دورهما في بناء النص؟ هل أستاذ هنا الدور هو نفسه كعضو جميعا يعطيهم لك مع بعضهم قرائن لغوية ولا يعطيهم لك بالوحدة الدور نفسه؟ كاشتي ولا أنفرع؟ كيما تحب. إذا طعم لك كاشتي راك معاش معنا كاشتي معناها واضح. إذا طعم لك مفرعين كل واحد واحد، هذا ثاني نفس الدور. إذا أعطوني الدور، لا لا، هو قال لك مثلا ما دور الضمير في بناء النص؟ ما دور الضمير في بناء النص؟ طيب يقول لك ما دور القرائن العلائقية، القرائن اللغوية اللي هي العلائقية، نعم، في بناء النص. وعندك سؤال واحد آخر يقول لك ما دور الضمير أو التكرار في بناء النص؟ كان يقول لك مثلا في اتساق النص. هل يجوز أنك تقول له الدور هو الاتساق والانسجام؟ لا يجوز، أنه هو قايلها لك، وبالتالي لا يجوز أن تعيد هذه الكلمة. الدور هو ماذا؟ أكيد راح تبدأ شوي بمقدمة. يلعب إكس اللي هو هذا ولا هذا، تلعب القرائن اللغوية أو يلعب الضمير دورا هاما. أعطني الأدوار تاعه من خلال أول حاجة، جيد، من خلال الربط بين أجزاء النص و الإحالة. بمعنى أنك لو كان ما تقولش الإحالة راك ما جاوبتش، كون ما تقولش الربط راك ما جاوبتش. عندك زوج دو بوان دو ريبير، يعني زوج نقاط، نقطتي ارتكاز لازم تمشي عليهم. هذو النقطتين لازم تمشي عليهم، يجب عليك أن تتحدث عنهما، يجب أن تتحدث عنهما. جميل جدا. جيد جدا، راك معايا قد قد. صح، كان يقول لك ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ معنوية، حذاري، هذا السؤال قلت لكم قد تكرر في البكالوريا 4 مرات بصيغتين. ما عندكم توم عدد الناس كاين؟ لا لا، العلميين جاهم مرتين وانتم الادبيين مرتين، اللغات مازال ما. صح، هاي نهضروا على العلاقه المعنويه. ما هي العلاقات المعنويه التي توجد في النصوص؟ نسيتوها. نسيتوا العلاقات المعنويه؟ لو تعرفون. انا اعطيكم سؤال واحد اخر، او يجيك سؤال واحد اخر، هل يمكن نسيتوه؟ صح، هذا السؤال بدك تفكروا، هل يمكن التقديم والتأخير؟ تفكرتوا هنا؟ جيد جدا. إذن وحدة البيت، وحدة البيت، الوحدة الموضوعية، نعم، المقال وبعض الأشعار السياسية، الوحدة العضوية. صح، قولوا لي هل ما العلاقة؟ أشوف الآن السؤال هذا راح يجيك على صيغتين، يا إما يستدرجك يقول لك هل يمكن التقديم والتأخير في الأبيات؟ علل. تقول له ويك تقول له نعم ويك تقول له لا، عياطة، هل يمكن التقديم والتأخير؟ في وحدة البيت نقولوا نعم، والوحدة الموضوعية نقولوا لا. الموضوعية أصلا ما يطرحش عليها السؤال هذا، ما يطرحش هذا السؤال. ما العلاقة المعنوية التي، استنوا نرقم الأسئلة، شوف هذا السؤال رقم واحد،
هذا السؤال رقم 2 متعلق باسمه. السؤال رقم 3، السؤال رقم 4، نفس السؤال رقم 4 من هذه الأسئلة الشائعة والمهمة جدا التي تلقط عليها شوي نقاط في الباك. اللي حاب يصور خلوني نكمل صبر وصورونا رواكم، كملها كامل صورونا رواكم. موجودة الورقة بصح يا ودي فيها بعض فيها كثير من الحيل، وانا نحوس نختصر لكم الحيل هذه، مش حوسكم تتعمقوا فيها بزاف. نعم، هل يمكن تقديم متأخر؟ نعم نعم. فالنص عبارة عن مجموعة من النصائح والأرشادات. شوف وحدة البيت تلقيه في الشعر التعليمي. نعم شعر تعليمي. الوحدة العضوية وين تلقاه؟ الشعر الحر والرومانسي. صحيح الحر والرومانسي. الوحدة الموضوعية تلقيها في المقال، وتلقيها أيضا في السياسي أيضا. لما لا؟ السياسة ما فيهاش وحدة العضوية السياسي، وما فيهاش وحدة البيت. معنى النص يتحدث على موضوع واحد، يمكن الحذف صح، لا يمكن تقديم التأخير، ولكن فهمتوا الحكاية فهمتوش؟ الوحدة الموضوعية أي أن النص يتحدث على موضوع واحد. معايا مكش معايا؟ هل يمكن التقديم والتأخير؟ نعم، لأن النص تحكمه وحدة البيت. أو نعم، لأن النص عبارة عن مجموعة من النصائح والإرشادات التي يمكن التصرف فيها. لا، لا يمكن التقديم والتأخير لأن النص كتلة متكاملة، أو لأن النص تحكمه وحدة العضوية. بس هكذا نسقسيك، ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ تقول له العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص هي وحدة البيت، لأن البيت مجموعة من النصائح والإرشادات، يعني تعكس العملية برك. شوف معايا، شوف كان يقول لك هل يمكن التقديم والتأخير؟ لا، لا يمكن، لأن النص مجموعة من النصائح والإرشادات وتحكمه وحدة البيت. ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء البيت؟ هذه القصيدة وحدة البيت، فالنص مجموعة من النصائح والإرشادات. فهمتوا؟ تعكس العملية برا. فهمتوا ما فهمتوهاش؟ ما فهمتيهاش؟ نعاود لك. جيد، ركزي لي في السؤال الأول. كان يقول لك هل يمكن الشعر التعليمي، متفاهمين؟ هل يمكن التقديم والتأخير الشعر التعليمي؟ علي. نعم قلت لي نعم علي، لأن النص عبارة عن مجموعة من النصائح، صح ولا لا؟ لا، وتحكمه أيضا وحدة البيت. جيد جدا، راني في الشعر جاوبتي، جاوبتي على السؤال الأزرق. هل يمكن؟ نفس السؤال نعود لك، راكي في الشعر التعليمي، عرفتيه بلي شعر تعليمي، صح ولا لا؟ قال لك ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ وش تقولي له؟ علي، لأن النص مجموعة من النصائح والإرشادات. نفسها عكسناها برك، فهمتي الحكاية فهمتيش؟ نفسها عكسنا، فهمتي يا بنيتي ما فهمتيش؟ متأكدة؟ صح. الرومانسية، الرومانسية عندك نص رومانسي إلي أبو ماضي، نص مثلا كم تشتكي. جيد، النص وش يقول؟ هل يمكن التقديم والتأخير؟ لا. لا، لماذا؟ لأن القصيدة تحكمها وحدة العضوية كما أنها كتلة واحدة. هذا سؤال رقم واحد. حبي يطيحك في الفخ هو، هذه هي سهلة، حبي يطيحك في الفخ وش يقولك؟ ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ وراه نفس السؤال صح، جي مرشار يا البرك. ما العلاقة المعنوية؟ الوحدة العضوية. علي، لأن النص كتلة واحدة ومنسجمة. والو نفس السؤال هذا، نفس الإجابة. ويك تقولي نعم ولا تقولي إذا كان في هل؟ الإجابة أنه السؤال الثاني يقولوا نعم ولا لا. أحسنتي أحسنتي، السؤال الثاني يقولوا نعم ولا لا ونعلو، السؤال الأول طول نعلو. فهمتوا؟ فهمتوا الحكاية؟ متأكدين اللي فاهمين؟ نعم. شكون اللي عنده سؤال؟ هتسعى لباس. سؤال رقم 5، سؤال رقم 5. هذه الأسئلة كان بيودي إني كنت عندي وقت حوس نجملها أسئلة، يعني هذه تجيب بها نقاط جبارة هذه، فهمتوني؟ صح. جيد جدا، صح. السؤال الثاني، الجمل، ما دلالة استخدام الجملة الفعلية؟ ما دلالة استخدام الجملة الاسمية؟ ما دلالة استخدام الفعل الماضي في الجملة الفعلية؟ ما دلالة استخدام الفعل المضارع في الجملة؟ فهمتوا؟ السؤال الأول، ما دلالة الجمل الفعلية في انسجام النص؟ حذاري، راه هي راه كاين حيلة هنايا، راه قادر يبدل لك. توين تلقى الجمل الفعلية دير حسابك، أي سؤال المهم تعود لي الجمل الفعلية باينة برك، فهمني؟ جيد جدا.
اسمك ابنتي؟ ياسمين. تدرس ياسمين الأدب العربي، خلاص؟ ياسمين تدرس الأدب العربي. الآن نفس الجملة برك حقيقة، بدلنا ال ولكن جملة فعلية. الكثير منا ماهوش عارف شنو الفرق بين جملة فعلية وجملة اسمية. هل يقول لك الفرق هو مجرد تبدا بفعل والاخرى تبدا باسم عادي، وهذه الحياة فعل وفعل مفعول به، مبتدا خبر والسلام عليكم. هذه هي. نعم. تدرس ياسمين الادب كي تبدا بالجملة الفعلية. فعل يدل على ماذا؟ على ثبوت. يدل على إيه؟ يدل على الزمن. زمن. الماضي هنا نقدر نحدوه، الماضي هنا نقدر نحدوه. قبيل الاستاذ صهيب كان جالس له في الماضي ولا في المضارع؟ حددناه ماضي. كان ذهب الاستاذ صهيب. الان سياتي الاستاذ صهيب، نقدر نحدوه؟ لسه ما جاش، رايح يجي. صح، المضارع ما نقدرش نحدوه. المضارع راه حركه سريعه رهيبه جدا. معايا ماكش معايا؟ الان الاستاذ يهز يديه، خلاص الحركة. لازم وين نهدر الزمن هذا؟ الأستاذ هز يديه، خلاص راه ماضي درك. معايا؟ يحمل الأستاذ يمسح. معايا؟ درك راه هز. حمل الأستاذ. يعني الفعل المضارع زمن آني الآن يتوقف، خلاص ينتهي مع كل شيء. تدرس ياسمين الأدب ويكت درك، بصح كي تخرج تبقى تدرس في الأدب. إذن الفعل الماضي يدل على ما؟ الجملة الفعلية تدل على تغير. قادرة ياسمين بعد تجي خارجة، خلاص الأدب. قادرة ياسمين عمرها ما قرأت أصلا الأدب، قال يوم برك نفحت لها تقرأ الأدب، قال يوم برك. هذا يدل على التغير. بصح كان يقول لك ياسمين تدرس الأدب، إخبار بالجملة الإسمية ثابت، معناها ياسمين دوريجين تاعها هي أصلا اختصاص تاع أدب عربي طول حياتها. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الثبات. ها شوف معايا، ها العربي يلعب العربي الكره، ويا ليتك كنت تلعب الكره كراك داير حال والله كراك مترفع شره يا رجل. الرجال سي وين شكون جابوه؟ وين يلعب؟ وين هاو دخلنا خطونا من الكلام الفاحش هذا؟ 300 مليون شهر، لا حول ولا قوه. اذا يلعب العربي كره، والعربي يلعب ماذا؟ الكره. شنو الفرق بينهما؟ هذا يدل على التغير، هذا يدل على الثبوت. معناها وشكون الاطول زمنا منهما؟ مروه العربي يلعب الكره، شو معناها؟ معناها دائما يلعب الكره، معناها خدمته لاعب الكره، واتمنى لك ذلك في قريب العاجل. يلعب العربي الكره وشني؟ معناها يلعب مره ولا زوج، يلعب هذه المره وراه يروح مسجي. فهمتوا الفرق بين؟ اذا فهمتوا الجمله الفعليه؟ نعم. متاكدين؟ الله تعالى قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هل جاءوا بقوي بكطول؟ زمن مرة زمن بكوا شوية حبس. نعم فعلا داروا فيلم صح. إذن تدل الجمل الفعلية، تدل الجمل الفعلية على حالة التغير، على حالة التغير المستمر، التغير المستمر حركية. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية الإخبار بالجملة الإسمية قلت لكم يدل على الثبات. معي مش معي؟ تكن أقول لك مثلا خرجت منال مسرعة، هل منال راح تبقى سريعة طول حياتها؟ مسرعة تجري طول حياتها. هي دائما تجري منال، هي دائما تجري. بس صح كان أقول لكم منال مسرعة في مشيها، أنا دائما مسرعة. فهمتوا المسألة؟
عندو كنديرو دلاله الفعل دلاله الجمل الاسميه دلاله الجمل الاسميه في انسجام اكيد النص. ما دلاله الجمل الاسميه في انسجام النص؟ تدل الجمل الاسميه على حاله الثبوت والاستمراريه، بمعنى ان الحدث لا يتغير. محمد كريم كريم طول معنا. شيخ الاخبار بالظرفيه شيخ كيف الاخبار بالظرفيه في القسم تلاميذ في القسم تلاميذنا لا اسمي